شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة، وأسمح لي أن أقدم فذلكة تاريخية للزراعة بصفة عامة في السودان، وعلى وجه الخصوص في مشروع الجزيرة والمناقل. مساحة الأراضي في السودان هي عبارة عن 450 ألف فدان، منها 200 ألف فدان صالحة للزراعة، ومن 200 ألف فدان هنالك 190 ألف فدان تعتمد اعتمادا كاملا على الري المطري، وده نحن بنسميه الزراعة التقليدية. وهنالك الزراعة الحديثة التي تعتمد على الري الصناعي، ومساحتها 10 مليون فدان. ومشروع الجزيرة تحكمه علاقات إنتاج تاريخيا. من ناحية تاريخية، مشروع الجزيرة تأسس سنة 1911 بأول تجربة لزراعة القطن في منطقة طيبة الشيخ عبد الباقي. العلاقات في مشروع الجزيرة كان قائمة على علاقة الحساب المشترك، والحساب المشترك هو عبارة عن شراكة ما بين الدولة والمزارعين والشركة الزراعية، وقتها كانت الشركة الإنجليزية. ومعنى ذلك أن كل التكاليف بتتخصم تكاليف الإنتاج من جملة الإنتاج، من جملة الإنتاجية، وما تبقى بينقسم إلى 3 أنصبة: نصيب الدولة 40%، ونصيب المزارع 40%، ونصيب الشركة 20%. الشركة والدولة والمزارعين كل منهم عليه واجبات وحقوق. من واجبات الدولة أن توفر التمويل وتوفر الأسباب الفنية، والشركة الزراعية أن توفر الإدارة، والمزارع أن يقوم بالعمل اليدوي وغيره. وهذه هي الواجبات. ومن خلال هذه من خلال هذا التاريخ نشأ صراع في أوقات مختلفة، وهذا الصراع المعروف يعني صراع ما بين المزارعين وبين الدولة نفسها. وده مما اضطر أن الحركة المزارعين تاريخيا تنظم نفسها وتكون اتحاد للمزارعين، بدأ من سنة 1953 بملحمة تاريخية، بانتفاضة. تجمعت جموع المزارعين، وكان وقتها عدد المزارعين لا يتجاوز 40,000 قبل امتداد المناقل. فتجمعت هذه الحشود، وجاء منهم للخرطوم 30,000 مزارع، واعتصموا في الخرطوم في ميدان عبد المنعم. وده أرعب الإدارة الإنجليزية والحاكم العام، مما جعلهم يركعوا لخيارات مشروع الجزيرة في أن يختار وضعه النقابي. وفعلا تأسس مشروع الجزيرة، اتحاد مزارعي الجزيرة، بهذه الملحمة التاريخية المعروفة. ومن ذلك الوقت أصبح شان اتحاد المزارعين شانا عظيما، لأنه قائم على النضال، وقائم على المسؤولية، وقائم على الوعي، وقائم على الدراسات، وقائم على أن يجعل الحياة تتغير في السودان بصفة عامة، وفي الجزيرة بصفة خاصة. ومن خلال عملنا في الجزيرة كان، وبما أنه مشروع الجزيرة مشروع عالمي، وشهية النظام الرأسمالي ومؤسساته ممثلة في البنك الدولي، هذه الشهية مفتوحة كان على مشروع الجزيرة. من وقت لآخر تحاول أن تلتهم مشروع الجزيرة، فعشان كده جاءت أول بعثة للبنك الدولي في سنة 1966 زارت الجزيرة، وخرجت بتوصية في غاية الخطورة والأهمية.
هذه بعثة البنك الدولي جاءت بخبير معروف في العالم اسمه ريست، وده نحن في التاريخ بنأرخ لمشروع الجزيرة بتدخلات البنك الدولي عن طريق ريست هذا. فهذه البعثة أوصت بأن يكون أن تكون الحيازة في مشروع الجزيرة 360 فدان في الجزيرة و270 فدان في المناقل. الحيازات دي هي الحواشات اسمها في مشروع الجزيرة، علما بأن الحيازات منذ تأسس مشروع الجزيرة كانت عبارة عن 40 فدان في الجزيرة و30 فدان في المناقل. وإذا ما طبقنا اتجاهات البنك الدولي اللي هي دعوة للخصخصة ودعوة لتمزيق مشروع الجزيرة ودعوة للتخريب الاقتصادي، إذا طبقنا توصيته اتجاهاته كان في ذلك الوقت، بالضرورة كان حيخرج من دائرة الإنتاج إلى الشارع مطرودين ما لا يقل عن 80,000 مزارع من 114,000 مزارع في ذلك الزمان. ولكن اتحاد المزارعين بما له من تاريخ ومعرفة ووعي، وهو اتحاد ديمقراطي وتقدمي واشتراكي، استطاع أن يهزم اتجاهات البنك الدولي في ذلك التاريخ هزيمة لا بعدها. ولكن واصل البنك الدولي اتجاهاته وواصل تدخلاته، وهو يختار لذلك الزمن الهش الذي تنعدم فيه الديمقراطية وتنعدم فيه الحرية، وقد حدث ذلك في سنة 1981 في ظل النظام العسكري الذي كان يحكمه جعفر النميري. فتدخل البنك الدولي وفرض إرادته على نميري وركعه وجعله يتخذ قراراً بإلقاء علاقة الحساب المشترك واستبداله بعلاقة جديدة، ألا وهي علاقة الحساب الفردي. وعلاقة الحساب الفردي تعني هيمنة القطاع الخاص، تعني هيمنة الشركات الأجنبية والمحلية المتوحشة التي تعمل من أجل الربح وكل الربح، ولا علاقة لها إطلاقا بحياة الناس. عشان كده أن هي التدخل بتاع الشركات ده أدى إلى يعني كثير من التدني والتدهور في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة حاليا يعاني من أزمات شديدة جدا، لأنه إحنا يدوب يعني خرجنا من نظام قبيح، نظام مستبد، نظام ديكتاتوري يعني طقع وحكم السودان لمدة 30 عام بقيادة الجبهة الإسلامية وقيادة البشير، اللي حول السودان كله لأقرب في مشاكل لا حصر لها، فألغى قضى على كل مؤسسات القطاع العام، وقضى على كل المنظمات الديمقراطية، وحل النقابات، وحل اتحاد المزارعين، مما جعلنا نحن في جزيرة بما لنا من تجارب استبدلنا اتحاد المزارعين بتنظيم جديد اسمه تحالف المزارعين. وتحالف المزارعين قدم يعني من النضال الشرس في مواجهة نظام البشير، مما جعله يركع في مرات كثيرة ويخضع لإرادة المزارعين ولننقذ ما يمكن إنقاذه. في ظل البشير مشروع الجزيرة كان معروض للبيع، معروض للبيع تماما. يعني أذكر أنه يعني فجأة في قرار تحت الطرابيزة أخذوا نظام البشير، وهذا القرار ملك الصين 1,200,000 فدان في ولاية الجزيرة، منها 450,000 فدان في مشروع الجزيرة نفسه. ولكن تحرك اتحاد المزارعين
ومشروع وكل المواطنين التقدميين والقوى الديمقراطية بحراك قوي ومؤتمرات نادينا فيها بيوم الأرض، مما جعل في ذلك الوقت وزير الزراعة يتراجع وينفي اتفاقه مع الصين. وإحنا عقدنا عشرات المؤتمرات التي دافعت عن الأرض وسميناها يوم الأرض. وعلى فكرة أنه الهجمة على الأرض وظاهرة الاستيلاء على الأرض أصبحت ظاهرة عالمية، ظاهرة خطيرة جدا جدا. وعلى الفلاحين في كل العالم أن ينتبهوا بأنه العالم تغير والمصالح تغيرت، وأصبحت في الشركات عابرة الغارات وهي تدخل في كل مشروع، بل تدخل في كل بيت، ونحن واعيين لذا. ولذلك يعني حركة المزارعين ولودة وحاضرة وجاهزة للدفاع عن نفسها من خلال الاتصالات مع الأبناء والإخوة في شبكة شمال إفريقيا للتنمية الغذائية، ومن خلال اتصالاتهم حقيقة ما كنا نعرف عنهم كثير يعني، لكن من خلال الاتصالات ومن خلال ما اطلعت أنا شخصيا من رؤى وأفكار أنه الفكرة عبقرية، أنه كلما توحدت القوة بتاعت الفلاحين، ودي القوة اللي بتصنع الحياة، ودي القوة اللي بتهزم الفقر، ودي القوة المؤثرة اللي هي القوة اللي بتصنع الإنتاج حياة الناس يعني. فأنا أفتكر دي لو توحدت تستطيع أن تهزم كل الاتجاهات الرجعية والإمبريالية والمشبوهة والتي تعمل من أجل دمار حياة الناس. فأنا لهم من التحية يعني، أن الفكرة عظيمة ونحن ندعمها، ونرجو أن نكون إضافة حقيقية لهم ولتقدم الفلاحين في منطقتنا. ولكم الشكر والتقدير.